السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. مكتبة دار الكتاب بصلالة تنظم لقاء ثقافيا بعنوان كتب وقراء. أهلا بكم. تقديرا للكتاب والمؤلفين وتشجيعا على القراءة والمطالعة، يحتفل العالم في يوم 23 من أبريل من كل عام بالكتاب تحت مسمى اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. 23 عاما والعالم يحتفل بالكتاب، وهي احتفالية أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1995 في 23 من أبريل من كل عام تحت مسمى اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وذلك تقديرا للكتاب وناشريه وتشجيعا على القراءة. فالكتاب سبيل للوقوف على مكنونات النفس البشرية والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، فلا تحول دون ذلك أوجه اختلاف أو الحدود الجغرافية. من هذا المنطلق جاءت رسالة اليونسكو للتركيز على هذه الاحتفالية بوصفها تجسيدا للروح الإبداعية والرغبة في تبادل الأفكار والمعارف وتيسير التفاهم والتحاور والتسامح. مدينة الشارقة الإماراتية وقع عليها الاختيار هذا العام تقديرا لبرنامجها اقرأ أنت في الشارقة، الذي تميز بالطبيعة الابتكارية والشمولية. وتلتزم المدينة التي يتم اختيارها كل عام لتكون العاصمة العالمية للكتاب تلتزم بالترويج للكتاب والقراءة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج وأنشطة لمدة عام كامل. وتمثل هذه المناسبة فرصة سانحة للتفكير في السبل الكفيلة بتحسين نشر ثقافة النص المكتوب وتمكين كل الأفراد بأجناسهم من الانتفاع بهذه الثقافة. فأعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. هذا ونظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بمحافظة ظفار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. نتابع التفاصيل. يقال يذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره. للكتاب والكتاب أهمية عظيمة في حياة الأمم والشعوب للنهوض بفكرها على مر العصور. ومن هذا المنطلق احتفلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بمحافظة ظفار باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وذلك من خلال تنظيم قراءتين في كتابين من مؤلفات أعضاء الجمعية. إن إقامة هذه الاحتفالية والتي تشارك فيها الجمعية باليوم العالمي للاحتفال بالكتاب وحقوق المؤلف، نتمنى لهذه الجمعية التوفيق والنجاح في جميع أعمالها. حيث كانت القراءة الأولى لكتاب ظفار الإلهام الأبدي، والذي يتحدث في طياته عن ذكريات عاشها الكاتب وأراد أن يوثقها للأجيال القادمة، وهي عبارة عن سلسلة من الذكريات والقصص التي حدثت في ظفار. طبعا العنوان أتى من حيث أن ظفار هي ألهمة التغيير في عمان، ولما نقول التغيير يعني كل شيء جميل حصل في هذا البلد، لا يعني ذلك أنه كل ما كان قبله هو شيء سيء، ولكن كانت التغيير هو الإلهام. ظفار بدأت منها النهضة المباركة لمولانا القراء السلطان حفظه الله. ظفار كانت فيها ملاحم بطولية خاضها الجيش السلطان العماني، خاضها الأمناء والصادقين من أجل ترسيخ مبادئ التنمية. أما في الكتاب الثاني والذي يحمل عنوان فتاة بانكوك، وهي رواية أخذت من قصة حقيقية، وقد مزج المؤلف الرواية مع أدب الرحلات.
القراءة الفنية فتاة بانكوك تميزت ببناء متماسك، بناء حقيقي، استطاع الكاتب من خلال أيضا التعامل مع الزمان والمكان والانتقال أيضا بين الماضي والحاضر إلى خلق دراما أسقطها على السرد المسرحي، وبالتالي خلق حلقة الفعل. القصة متحركة متنامية منذ أن فقدت الفتاة والتقى بها المؤلف. وفي الختام تم فتح باب التساؤلات والنقاش بين الحضور والمؤلفين عن مؤلفاتهم الأدبية، مما أثر الحوار حول موضوعات الكتابين. إذن من شرق آسيا وصولا إلى ظفار الإلهام الأبدي، هكذا احتفلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. عبد الله بن عبد العزيز تبوك، محافظة ظفار. نظمت مكتبة دار الكتاب العامة بصلالة لقاء ثقافي بعنوان كتب وقراء، الذي جمع العديد من الكتاب والنقاد بحضور جمع من المهتمين بالجوانب الأدبية. إذن لذلك في النقد اللساني وفي النقد السيميائي وفي النقد المعاصر الآن هناك اتجاهات نقدية خاصة بهذا المجال. حراك ثقافي أدبي أفرز العديد من الأعمال الأدبية في الإطار القصصي من خلال أنامل عمانية تجسدت المفردات الطبيعية والواقع المعيشي في إصداراتهم، جعلتها ضمن اقتناءات القراء والنقاد. هذه الأمسية هي ليست الأولى بل ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات الثقافية والقراءات النقدية والقراءات القصصية وغيرها من فنون الأدب والثقافة، فحقيقة استمتعنا جدا بهذه القراءات النقدية وبآراء الإخوة ومداخلاتهم، فكانت أمسية جدا رائعة. مكتبة دار الكتاب العامة بصلالة جمعت بين أروقتها عددا من الكتاب والنقاد لقراءة حصيلة من الإصدارات وتقييم هذه الأعمال للكشف عن مواطن الجمال والإرهاصات الأدبية التي قد يقع فيها الكتاب. وقد نال ما طرح في هذه الأمسية على استحسان النقاد والحضور. نحن مهتمين بالقراءة سواء كانت قراءة اطلاعية، وأيضا نفس اليوم وراء الدراسات القرائية أو القراءة الانطباعية اللي قمنا بها في 5 كتب، فكان تشكل فارق كبير بالنسبة لنا أن نتطور من الكتابة إلى القراءة. فكل إنسان ناقد بطبعه، ثم يأتي فيما بعد التكوين الأكاديمي، الاطلاع على البناء القصصي بالنسبة للقصة القصيرة، أو الاطلاع على الرواية وما تأخذنا فيه الرواية من عالم مقومات السرد وعالم الحوار، الزمكانية إلى آخره. تسلط المجموعة القصصية الضوء على قضايا إنسانية قديمة ومعاصرة وتغوص في أعماق النفس البشرية. قصة الحقيبة يقول إهمالها للحقيبة، يتحدث عن ابنته، إهمالها للحقيبة يحزنني فكأنها لا تهتم بي أنا أيضا، حقيبة السفر هي فرحي وحزني. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. عرض لوحات فنية قبل بيعها في موسكو. أهلا بكم. بهدف دعم 3420 يتيما انطلقت مبادرة الخير في نسختها الثانية، والتي تنظمها جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة بالتعاون مع فريق الخير وافي.
وصلنا 95,240 ريال. 95,000 ريال عماني، الرقم الذي وصلت إليه مبادرة الخير وافي في نسختها الثانية بهدف الوصول إلى 119,000 ريال عماني، ليشمل المبلغ جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة وبهجة العمانية للأيتام بمحافظة ظفار وجمعية دار العطاء بمسقط. مجموع الأيتام كما ذكروا زملائي 3,420 يتيم تشمل كسوة الأيتام. المبادرة اليوم الفعالية حاليا هي عبارة عن بزار، كل المشاركين فيه 34 مشارك متبرعين ببضاعتهم، وكل الريع الحين كل المبيعات اللي تتم داخل المعرض يروح ريعها مباشرة للجمعية. في هذه السنة عملنا خطة تسويقية مسبقة اللي هي كان عندنا كاونترات متوزعة في الأفينيوز والسيتي سنتر مسقط وأيضا في مسقط مول، لذا نحن بعنا كمية كبيرة من الكوبونات وكان أيضا لمساهمة الشركات الرعاة. المبادرة أقامت عددا من الأركان التطوعية بمشاركة رواد أعمال وشركات القطاع الخاص حوت قسائم كسوة يتيم، إضافة إلى وجود ركن خاص للأطفال. المعرض ترك انطباعا للزوار الذين توافدوا بشكل كبير لدعم الخير وافي، تجلت في مشاركتهم بفعاليات المعرض كالرسم واقتناء بعض التحف وأشياء أخرى. فكرة أنه تجار عمانيين تشجيع المنتجات العمانية، المعرض الفني نفس الشيء حبيته، اللوحات الفنية والفنانين المشاركين، في نفس الوقت الفرقة الموسيقية أنه في فقرات موسيقية بين الحين والآخر، يعني الجو ما شاء الله ممتاز رائع للتسوق. صراحة جدا ممتاز، أول شيء كأسعار كتنويع كإقبال، يعني أنا مصدومة، اللي تبغيه موجود وفي النهاية يعني مساهمة ومساعدة للأيتام، فحتى لو أنت يعني أنا على بال أني أجي كمساعدة بس لقيت الأشياء اللي أنا أحتاجها يعني اللي نستخدمها يومي. جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة أعلنت أنها ستقوم بتوزيع مبلغ الكسوة لليتامى بمختلف ولايات السلطنة شاملة كسوتي عيد الفطر والأضحى وكسوة المدارس. المبادرة حظيت إقبالا واسعا لبعض شركات القطاع الخاص والأفراد الذين قدموا دعمهم في المسؤولية الاجتماعية كشركاء حقيقيين في الدعم الخيري. عبد الله بن صالح الريسي، مسقط. معرض في العاصمة الروسية موسكو يعرض للجمهور مجموعة من الأعمال الفنية لفنانين روس وهولنديين قبل عرضها في مزاد تنظمه دار سوثبيز في لندن الأيام المقبلة. تجمع عشاق الفن هذا الأسبوع داخل معرض يقام في موسكو لمشاهدة عدد من أهم الأعمال لفنانين روس وهولنديين قبل عرضها في مزاد تنظمه دار سوثبيز في لندن الأسبوع المقبل. ضم المعرض لوحات للفن الانطباعي والفن في القرن العشرين والتي تمثلت في أعمال لفنانين مثل ويليام تيرنر وجاريد دو وغيرهم، وتقدر قيمة لوحة لتيرنر تحمل اسم Landscape with Walton Bridges أو منظر طبيعي وجسور والتون بما يتراوح بين 4 و 6 ملايين جنيه استرليني أو نحو ما بين 5.20 و 7.7 مليون دولار. ويقول أندرو فليتشر رئيس قسم لوحات كبار الفنانين القدامى في سوثبيز إن هذه اللوحة هي إحدى أعظم وآخر اللوحات التي رسمها تيرنر والمملوكة ملكية خاصة. وأوضح فليتشر أن تيرنر رسم اللوحة في الأربعينيات من القرن التاسع عشر والتي شهدت تحوله المفاجئ من طيار الواقعية إلى الطيار الانطباعي في أعماله الفنية. أما روائع الأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون الروس داخل هذا المعرض فتمثلت في لوحات لكل من إيفان أيفازوفسكي وميخائيل ياريونوف والذي تقدر لوحته المعروضة بما يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون جنيه استرليني أو نحو ما بين 1.3 و 1.9 مليون دولار. وتحظى أعمال هذين الفنانين بأفضل التوقعات في المزاد الذي يقام على الأعمال الفنية الروسية. في ختام نشرة أخبار الثقافة هذه عادة لأبرز العناوين. الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.
مكتبة دار الكتاب بصلالة تنظم لقاء ثقافيا بعنوان كتب وقراء. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.